arkasında çok şey var. Hiçbir şey bir neden değil ki, ama hak ettiğimi düşündüğünde hiç de adil değil ki. Sen nesin ve kimsin? Sağlı yaralı balıkları gitsin, misin artık çok gergin. İster istemez her şeyim sende rehin. Ne yanlış bir karar masası, sen ne kötü bir hakimsin. Bu ne zor bir dosya, sen ne kolay bir kararsın. Senden görünmüyor önüm ve ne kolaymış fikri ölüm. Anlatırdı sevdiklerim böyleyken böyle olur. Söz söylenir göz dolar, haziranlar şubat olur. İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım. İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim. Ben deli dolu biriyim ama şu an sadece doluyum. Kırılmış bir sağ kolum, gönlü bir hayli kırık. Yapayalnız bomboş bir yolum, beni arayan orada bulur. Sözüm bittiği yerde bekliyorum. Canım malum yarım eksik. Bu kadar mı kolay çeker insan sevdiğinin şakaklarına tetik. Sanki sen bir avcı, bense infilak eden keklik. Vakit durdu, bu acı beni boğdu, bittim şimdilik. Ama galiba bütün bu olanlara dayanamam ama hazırım. Sen giderken adım ırını sayarım. Heyhat, ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım. فوتي تحممي وأنا ناطرتك هون، تمام؟ لا تخافي. المجرمة الحلوة، انتي خليتيني عايشة لحالي بهالدنيا، انتي عم تعاقبيني مو هيك؟
وأنا كمان هلأ رح أعاقبك وخلصك من هالدنيا. جاي توصيني وتقتليني بس أنا متت من وقت قتلتيلي بنتي. وليه؟ وأنا بدي اقتل دينيز الجديدة اللي قدامي. روحوا شوفوا من وين طلع هالصوت. ما حدا يطلع من قسمه، كلامي واضح؟ سكروا الأماكن المشتركة، سكروها بسرعة. يا حلوة هالبنت بتشبهك كتير. يا بنات سمعتوا هالصوت؟ أي صوت؟ في صوت رصاص. شو؟ كان صوت رصاص؟ معقول؟ يا ترى من وين الصوت؟ شو صاير؟ قال في صوت رصاص. إيه والله هيك قالوا. شو هالقصة؟ لك صحي؟ دينيز وبنت ناجية كانوا بالحمام. شو صاير؟ فتحوا الباب لشوف، فتحوا لنا يلا. شو اللي صاير؟ في صوت رصاص ورفيقتنا بالحمام، شو عم يصير؟ افتحوا لنا يلا. بتعرفوا بعدين، هلا اسكتوا. عم اقول لك افتح لنا، بدنا نعرف، فهمنا. واضح انه معلمتي قدرة خلصت على دينيز. ايه العمر الك بتزعل والله، اخيرا خلصنا منه. تمام أوزجي، تمام. بعد ايدك عني أوزجي، ما صار شي بيخوف. اهدي، وقفي قدرة. شو صاير هون؟ مع سلاح الخانوم، لو ما لحقتها كانت قوصتها. تمام اهدي، ما صار شي. اهدي، انهارت من الخوز. جاي ساعدونا، بترجعكم. انتي منيحة أوزجي؟ طلعي فيني. اهدي، خذوا ولا شو، رح ارجع اقتلها. والله رح ارجع اقتلها بايدي، ما رح اتركك يا حقيرة. حاجت هددي قدرات. وبطلك مراد ما رح يقدر يحميكي مني. قومي يلا، قومي معي. أوزجي خلص اهدي. أوزجي ملتام، يلا قومي، قومي عليك، لا تخافي.
رح أخذها. أنت منيحة دينيز؟ مراد؟ أنت متصاوب مراد؟ فريق طبي على الحمامات بسرعة، على الحمامات بسرعة. أوكتاي أنا ما حسيت أنت هيك صار فيني. لحظة، ليك الجرح مانو كبير بس لازم تروح على المشفى مراد. إيه لك أن يروح على المستوصف، ما في داعي للمشفى. شو هالحكي هاد؟ أوزلام جيب يوتع لعندي لأنه بدي أحكي معه. أمرك يا خان. لا أنت عن جد ما عندك ضمير. أوزلام طمني، رح نحل بالمستوصف بلا ما تنفضحي ويعرفوا سجنك الوسخ شو عم بيصير فيه. تعا معي يا أخي. أوكتاي ميليس وين هلا؟ بصراحة راحت من شوي. تمام، حط قدرة بالمنفردة. وأنت لم فوارغ الرصاص من هون وجيب لي إياهم. أمرك يا خانم. إن شاء الله دينيز ما يكون صار لها شيء. استني بالأول لحتى نشوف ونفهم، يعني هي قدرات دبقانة دينيز وما عم تتركها بحالة. آخ دخيلك كون معي يا رب. خير شبه خالتي دينيز دودو؟ لك انت ادعي لها يا روحي، قولي إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة. إن شاء الله. حجي يلا افتح لنا هالباب، حدا يقلنا شو صاير مع دينيز. حسرات اهدى شوي. كيف اهدى شوي؟ هي رفيقتنا ومنا نطمن عليها. لا تخافي رح تعرفي شو اللي صار، بس كل شي بوقته اسكتوا. كان ناقصنا هاد، مو طبيعي شو دمه بارد. يخرب بيت قلبه شو لقيمه ما بيتحاكى. تمام ارتاحي هلا، لا تاكلي هم شوي والدواء بياخد مفعوله. الحمد لله على السلامة. منيح الإصابة بسيطة والجرح كان سطحي. إيه بس لازم نغير الضماد كل يوم ضروري. تمام تمام، شكرا كتير لحضرتك. نحن عملنا كل يلي منقدر عليه، بس هو لازم يروح على مشفى ضروري كتير. صحي شو أعمل منشان الضبط؟ انسي المشفى يا حلوة وانسي موضوع الضبط، هي مسؤوليتي لإلي. تمام هالإجراءات ضرورية، تركينا لحالنا إذا بتريدي. طيب قدرة أكيد رح تاخد جزاءها وساق بهالشي. منيح ما صار أسوأ من هيك. كيف كنتي رح تخبي الموضوع بوقتها؟ لعلمك إنه هيك شيء ممكن ينهي حياتك المهنية، مستوعب هالشي ما؟ تمام ما في داعي نتناقش، اللي بس شو بدك بالمقابل. شبك على مهلك؟ شوفي ماني متحملك. ها يلا فوتي وقعدي. أنا رح أقتلها وما حدا رح يمنعني. والله لا أقتلها لهالندلة وزتها للكلاب، والله لا ألعن شرفها، رح خليها تفطر. بس بقى ونبري لجوا، أنت قوصتي موظف وليك، أنت بتعرفي العقوبة تبعك هلا؟ إيه تمام، سكر هالبطيخ عم يفوت منه هو هلا ببرد. يلا سكره.
مراد فوق راسنا مصايب ما بتنعد، وإذا سمعوا بهالوضع رح يجنوا ويعاقبونا، وبتوقع الحل المناسب إنه نحل هالموضوع. طبعاً إذا عرفوا رح يشيلوكي من مكانك دغري، الكلمة الأصح أكتر بيقلعوكي. هاد مو همي مراد، همي الوحيد إنه كون هلأ عم اشتغل شغلي وبس. بلا حكي فاضي، أنت مو فارق معك شغلك، همك الوحيد ما حدا يشوف وساختك. مراد أنا عم حاول لف الموضوع، ساعتها نحن الاثنين منكون رضيانين. ايه ماشي، معناها اسمعي منيح، رح تشيلي كل العقوبات اللي انعملت بحقي ست زيرين. إذا قلتي ايه موافقة ما بقول شي لأي حدا، بس ما بعرف إذا حدا ممكن يحكي غيري كمان. أنا بحل هالقصة بسيطة، بس العقوبات تنشال مستحيل. زيرين خانوم أنا ما رح ساومك هلا، سجينة فوتت سلاح لجوا وقوصت على موظف، برأيك شو ممكن يكون في أكتر؟ وطبعاً هي غير حادثة الهروب يلي صارت، إذا سمعوا فيها بتكون نهايتك قربت. تمام، حجرب ساوي اللي بدك إياه. ها؟ إذا مو على الأكيد رح أتصل هلأ بالنائب العام وخبره باللي صار معي. تمام مراد، تمام أنا رح حل. هيك اتفقنا لك. يا بنات سمعت صوت سلاح، لتكون قدرة تساوت لشي لدينيز. ليكي لا تكوني غبية وتسمعي كل القاعدين. بعدين شو دخلك؟ فهمينا أنت مع مين بالضبط ناجية؟ يلا على شغلك ناجية، ما منعرف شي بنوم. الآن على بنتي، لهيك سألتكم. يلا امشي من هون، روحي من وشنا. شو ما بتستوعبي؟ لا تمدي إيدك، أحسن ما أكسرها. روحي. قدرة بالمنفردة مو؟ ايه زيرين خانم، وبرأيي هيك أحسن للكل، وإلا ممكن تقتل المخلوقة. روح هلأ وجيب لي قدرة لهون. أمرك خانم. دينيز وينها؟ بغرفة ميليس خانم، ما حبيت رجعها على القسم تبعها لحتى تطلبي مني. منيح، خليها هنيك وأنا بروح وبحكيها. وهلأ بهالوضع، بهالوضع ما بدي حدا يعرف اللي صار اليوم، ما حدا يجيب سيرة أبداً، وخاصة لميليس ما بدي اياها تعرف، فهمتوا؟ نحن رح نخبي يعني؟ ايه رح تخبوا اوكتاي، ما بدي ولا حرف يطلع. إذا عرفوا إنه واحدة من السجينات معها سلاح ونحن ما بنعرف، كل اللي بالسجن حيتعاقب مثلي ويمكن أكتر، ومتأكدة حيحققوا معكم كلكم ويعذبوكم لتحكوا. كيف يعني فات السلاح لجوا؟ يا بعلم حدا منكم، يا في إهمال بواجباتكم، يعني في غير سبب؟ طيب وإذا سألونا؟ بالنهاية كان واضح إنه هذا صوت سلاح. عادي بتجاوبوا بكل بساطة إنه سلاح واحد فيكم طلع طلقة وقت التعبئة، وطبعاً هالشي كتير وارد، ما حدا انصاف فيه ولا حدا تضرر أبداً، بس هيك. وهلأ خلص الحكي، جبت قدرات. طلع من هون حسين. أمرك خانم. علمك من اليوم مين فينا الأقوى. مو كأنك بالغتي شوي. بالعكس، صدقيني رحمتك كتير. أنا طلبت نقلك للسجن تاني. هاي صعبة شوي، إيدي طويلة مو بكيفك، عندي نفوذ ومعارف كتير برات السجن.
لا تتحديني بهالشي قدرات، انت لازم تتعاقبي واكيد انا رح اربح. والله لو كنت مكانك ما بجرب وما بخاطر. انت رح تنتقلي قدرات، هنيك ما في حدا بنو يهتم فيكي او يدعمك او يوقف جنبك، وبترجع قدرة المجرمة، ما رح تطلعي من القاع للقمة مثل قبل. رح يخلصوا عليك بكل بساطة قدرات، وما فيكي تحكي معهم براحتك. وهلا روحي على مهجعك، لأنه ما ححطك بالمنفردة. إيه بس رح تكوني بغرفتك وما بتخطي ولا خطوة لبرا، وبتاكلي وبتشربي كل النهار بغرفتك. انتي من اليوم بس الغرفة مكانك. منيح، شو رأيك بلا ما آكل كمان؟ شو هالوقاحة اللي بأسلوبك قدرات؟ لازم تخجلي من اللي عملتيه. بس أنا حكيت اللي عندي ورح نفذه. وهلأ إذا وصل خبر عن موضوع السلاح لحدا، إذا وحدة من السجينات عرفت إنك سويتيها، وقتها بوعدك أوصك بإيدي وروحي خبري مساعدينك يقصروا لسانهم وما يحكوا. الحكي ما رح يطلع لبرا. كأنه خايفة، ما هيك؟ سكري دمك. ولك انتي مرعوبة ست زيرين؟ خرسي، وينك حسين؟ أمرك يا خانم. خذها فوراً على المهجعة. على مهجعة؟ اي نعم. ايه أمرك؟ عم أهلك شباك؟ ايه امشي. شوفي احكي. انا كان بدي توقيعك. وفي تمام، مو وقتها. رتب المكتب. الحمد لله على سلامتك. ما كانت تقصد، عم تهددك مو أكتر. قلتي ما بتقصد؟ هي ما كان بدها تموتني؟ طيب أنت مقتنعة بحكيك؟ لك فوتت سلاح على السجن وكمان قوصت موظف، وما حدا فيكم رح يتحاسب؟ رح اهتم بكل القصة ماشي، والمذنب رح يتعاقب. اللي عم تقولي حكي تافه ومستحيل إنه صدقه. عم تتخطي حدودك دينيس. شو كذب؟ شو كذب؟ الناس هون ما بيطلعوا من المنفردة بسبب الموبايلات اللي معهم، وقدرة عادي تفوت سلاح على غرفتها. صحيك تعلميني شو أعمل، هذا شغلي وأنا بتصرف. دينيس حكي مفهوم؟ بدي شوف مراد ضروري. أوكتاي، خدها لدينيس على المستوصف لتشوف مراد. أمرك يا خانم. أنت منيح؟ منيح، لا تقلق. خليك لا تقوم. صرت منيح أخي؟ إيه منيح، تسلم. خوفتنا عليك؟ بيعجوبي نفدت. زيرين خانم سمحت له. إذا بدك شيء أنا برا. تمام، شكراً لك. خلي لي إياك أوكتاي. لا تقوم، خليك لا تقوم، لا تقوم. لا دينيز، ما في شيء بخوف أبداً، لا تخافي. خليك مرتاح. أوزجي وين راحت؟ أخدوها على المهجع، عطوها مهدئ وصارت أحسن ومرقت على خير. والله كانت خايفة، وضع سيء. المهم ما حدا صار له شيء أبداً.
أنقذت حياتي من جديد مراد. شكراً إلك. لا تشكريني وهشبي. دينيز، بالنسبة إلي ما كانت فارقة معي. صدقني إذا كنت عايشة أو ميتة بعد هلأ ما عاد فارقة معي. لا تقولي هيك. هي هيك، بس الفرق الوحيد إنه ما بدي يكون موتي على إيد وحدة وسخة مثل قدرات. ما قدرت اقتل لهديك المجرمة الكلبة ومين خلصها؟ مراد حبيب القلب طبعاً، هو يلي لحقها وخلصها مني. لولا كنت خلصت من هالملعونة يلي اسمها دينيز. لا تضايقي حالك معلمتي، وحياتك رح نلاقي حل ونكبس على نفسها. العمش وإنا محظوظة هالمرة. لا تضايقي حالك معلمتي، الجندب بينط مرة ومرتين وبالثالثة بيوقع. هلأ عنا مشكلة تانية، هاي زيرين بمصيبة، الجو هون متكهرب كتير. اوعكن تنغشوا بمشيتها هون وهنيك على الفاضي، وهي كمان ايديها مربطين، وإلا كنت انحطيت بالمنفردة وما طلعت منها بحياتي. ايه معناتها رح نستغل الوضع ونعتبره فرصة لنا، مو هيك؟ ايه لازم نكون هادين، رح نشغل عقلنا منيح ونضرب ضربتنا. هي الوسخة ناجية مو هيك؟ ايه هي معلمتي، صرعتنا ببنتها لسه ما شافتها وتحركت الأمومة عندها. سكتوا ولا شوف، لأنه إذا أنا سكتها رح تصير تعوي. تمام معلمتي. بنتي ما لاحظ، ليش ما حدا عم يحكي لي عنا شي؟ ليش ما حدا عم بيقول لي خلصنا ناجية؟ انتفخ قلبي ها؟ لك أنا قلقانة على بنتي. لو كان صاير لها شي كنت عرفتي، ما هيك ناجية؟ ايه صح، بس أنا قلقانة عليها، شو بدي أعمل؟ حاجتك فزلكة، عيدي وبدون صوت. ليكي معلمتي قدرة معصبة كتير، لا تقولي ما قلت لك. دينيز؟ مراد فيقتك مو بقصدي. لا لا أنا بس غفلت شوي، على الأغلب من تأثير الدواء. مراد ليك برأيي خلينا نروح على المشفى يشوفوا حالتك. لا دينيز ما في داعي للمشفى، وإلا رح يعرفوا إن رصاصة صابتني ورح ينفتحوا. تمام، وأنت ليش خايف إنه ينفتحوا؟ لا دينيز لا مو خايف، الجرح مانو غميق كتير، الرصاصة لمستني لمس، يلي بدي اياه يصير صار. ليك دينيس هاي زيرين وعدتني انه رح تسحب كل ملفات التحقيق. عن جد عم تحكي؟ ايه جد. اذا الموضوع ضل بيننا، زيرين وعدتني انها تتخلص من ملفات التحقيق، وبحركتها هاي بترجع كل شيء للصفر. وانت مضطر انك توافي. ما عنا حل غيره دينيس. شو بدي اعمل؟ والا رح اتسرح من شغلي وما عاد فيني اجي على سجن بنوب. تمام. انت لا تفكري ولا تتوتري، زيرين اليوم هون بكرة لا، قربت كتير نهايتها. تمام إن شاء الله، بس لو سمحت اهدى ولا بقى تخاطر بحياتك كرمالي إذا بتريد. دينيز لا تاكلي همي، أنا هلأ هيك مبسوط.
ليكي المهم بهالوقت يضل هالشي بيناتنا. تمام. ليكي قولي لأوزجيه لا تحكي شي لحدا بس تصحى، وقولي إنه الرصاصة طلعت بالغلط من شي عنصر ورح تتسكر القضية، وثقي فيني. تمام. تفضلي زيرين خانو. دينيز، أوكتاي رح يأخذك على مهجعك. ماشي. شو قنعت لدينيز؟ ما رح تحكي شي لحدا أبدا. تمام. وأنا ما رح تعبك أكتر من هيك مراد. منيح تحسن وضعك. شكرا. والله بالزور نامت. على قد ما عطوها أدوية بتحسي هالبنت مانا بوعية بنوب، حتى كانت عم تتمتم بشغلات بس ما فهمت عليها شي. يا الله على هالبنت. كمان دينيز مو هون، في شي صاير؟ شو القصة يا ترى؟ ها دينيز؟ أوه الحمد لله يا ربي. دينيز شو صار؟ وين كنتي؟ والله انشغل بالنا عليكي. لا تخافوا ما في شي، لا تخافوا. شلون يعني ما في شي؟ أوزجي وينا؟ أوزجي بغرفتها نامت من شوي، عطينا كتير أدوية. دينيز سمعنا صوت رصاص، شو صار؟ لك شبكن؟ على الأغلب كان الصوت من برا، ما بعرف. وانتي وين كنتي كل هالوقت لكان؟ شو يلي عم يصير؟ دينيز انتي منيحة؟ ايه منيحة منيحة، بس راسي عم يوجعني شوي ونعسانة كتير دينيز. من الدواء أكيد، هلأ بيروح عادي. أوزجي اسمعي شو بدي قلك. هلأ أنتي رح تنسي يلي شفتيه بالحمام وما رح تقولي ولا شي لأي حدا، تمام؟ دينيز كيف بدك يعني انسى؟ هيك لازم أوزجي. قدرت والسلاح ما شفتيهن بنوب، أنتي قلتي شي لحدا؟ لا. تمام. انتي توترتي، صابتك نوبة عصبية، عطوكي دواء ونمتي، تمام؟ تمام. في شي تاني لسه لازم خاف منه؟ لا. نامي هلأ وارتاحي شوي حبيبتي. فكرتوا شي مرة شو ممكن تكون أكبر تضحية بهذا الكون الكبير؟ مثلاً تضحية أم كرمال ابنها، أو تضحية أخ كرمال أخوه، أو حبيب كرمال حبيبته. شو الشي اللي إذا تخلينا عنه مع هالشخص منسميه تضحية؟ يمكن السعادة أو الحرية مثلاً، أو حتى حالك، أو حتى حياتك. هذا هو الحب الحقيقي، إنك تتخلى بدون ما تفكر بالمقابل، وإلا أصلاً ما بيكون اسمه حب. Haberin de olmayacak. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de bana yer kalmadı. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de inan hal kalmadı. Aman aman bitirdi beni sevdan. Aman.
Haberim de olmayacak. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de bana yer kalmadı. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de inan hal kalmadı. Aman aman bitirdi beni sevdan. Aman aman bitirdi beni sevdan. صباح الخير. أهلين ميليس خانوم. زيرين خانوم، كنت بدي أقابل ناجية وبنتها شوي. وضعهم حساس كتير، لهيك حابة ساعدهم لحتى يتعافوا. طبعاً فوراً رح أبعتهم. منيح، يعطيك العافية. الله يعافيك. اجتماع ورح يبلش التفقد بعد 15 دقيقة. الكل برا. دينيز والله خططت منيح لتقتل ابن قدرة هالندل. والله قوية ما خافت من شي أبدا. كيف كانت لما إجت وكيف صارت؟ والله حلال عليها. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. هاي أمي. أهلين أمي. كل خير، اشتقت لك كتير. أنت كيفك؟ منيح الله يخلي لي إياكي. شو تبعتي؟ صلصة فليفلة؟ إيه بكون ممنونك، أصلاً ما عاد عندي منها. إيه زوديهم شوي، رفقاتي حبوها كتير وخلصوا لي الكمية اللي عندي. إيه ماشي أمي، أنا عندي شغل هلأ، بحكي معك بعدين. بوسات كبيرة. سلمي لي عخالاتي تقبشي قلبي. الله معك. رح تظهر براءتك، تأكدي ما رح تضلي كتير هون. أزجي أنجن، ها تعالي، ميليس خانم طالبتك. ميليس الأخصائية النفسية هون، روحي شوفيها بتريحك. يلا
بالمناسبة بنات، أمي رح تبعت صلصة من عنتاب، إذا حدا بده منها يوصيني فوراً. ليش عم تضحكي وليه؟ أيوة، صلصة طيبة ومن عنتاب كمان، سمعتوا؟ واو. إيه، ليش تضحك؟ أمي عملتها، شغل بيت. وين رح نخبي هي الصلصة؟ فهمنا أخي حسين. حسين، جيب لي شي شوية منها، بدهن على خبزة هدية منها. والله أنا ما بعطي هدايا دودو، تعطيني حقها بجيب لك إياها. يوه، إيه كلا أنت، شوف جعان، عبي كرشك. على فكرة رفقات اشتروا منها وعجبتهم كتير. يلا حسون، خوض الصلصة وخلصني. إيه بالناقص. تعي أزجي. جيب مي على الجرح قبل ما يطيب، ابقى تعال هون مشان غير لك عليه. تمام، شكرا كتير لك، ويسلم ايديك. شو بدك تساوي؟ زيرين خانم ما بدها حدا يعرف، يعني اذا رفعت قضية. لا، انا سكرت على الموضوع، ما رح احكي شيء لحدا ابدا، والاحسن اذا انت كمان بتسكري على الموضوع، يعني لا تخليه ينتشر هون. ماشي، خلص يلي بدك تساوي، انا ما رح احكي. يلا عليك العافية. شكرا. عليك العافية أخي. شكرا. صرت منيح؟ ايه منيح. زيرين خانم بدها اياك، قال إذا منيح خليه يجي. ايه يلا منروح لك. تفضل أخي. يلا امشي. قال طلبتيني. اتصلت بالأقسام وسحبت كل العقوبات اللي ضدك. أسهل مما توقعت، حليتيها بسرعة. والتحقيقات لساتها موجودة هون، وطبعاً هي رح أمحيها قدام عيونك، بس مو قبل ما أنت توفي بوعدك. شقيهم كلهم. يلا. حكيت مع كل الموظفين، ما حدا رح يحكي شي أبداً مشان ما كانت وسمعت سجننا. وانت احكي مع دينيز، أصحك تقول شي للمحامي وتسرب أخبار لبرا مراد، وإلا أنا. تمام، لا تطولي، شقي كل شي. يلا. شقيتهم؟ ارتحت هلا؟ ايه ارتحت، هذا المطلوب. ايه انا عم قول احسن تاخد اجازة كم يوم، هيك بترتاح شوي، اعصابك بتهدى. انت بس اكتب لي اذن وانا بزبطها. وليش بقى؟ ما في داعي للاجازة بنوم، شوفي انا منيح وباخد العقل. روح ولا تاكل هم، أنا بغطي عليك. ارتاح، لا تداوم مشان تريح نفسيتك وأعصابك. طيب خلص، مثل ما بدك. شوفك. شوفوا هي أم لدينيز. ناجية أنجين. خير؟ شوفي أوكتاي، التهي بحالك قدرت. لا ليش هالحكي؟ والله أنا بحبك أوكتاي بيك. لا لا تحبيني قدرت، كرمال الله بلاها. يلا. لوين؟ ميليس خانم بدي اياك. ليش يعني؟ ما بعرف، هلأ منشوف. تعي.
ناجية لك عيوني رح تكون على أوزجي كل الوقت، رح أهتم فيها شخصياً، أنتي لا تشغلي بالك هيك تمام؟ طيب هنن وينن هلأ؟ لا تاكلي هم، رح يجوا حسين هلأ رح يجيبها. تفضل. ميليس خانم جبت لك أوزجي. أمي. يا عمي. يا عمي حبيبتي، أنا آسفة كتير ما سمعت كلامك، بعتذر كتير أمي، لا تزعلي. أنتي ما عملتي شي بنتي، هنن يلي عملوا، هنن جروكي على المصايب. قولي لي ما في أخبار؟ شو الوضع؟ ولسه عم تسألي؟ مروة خانم لا تخليني أعصب، هلأ في وضع خاص، لوين بدك توصلي؟ قولي لي، عم بسألك جاوبي. ما تحسنت عحالة، يقسوا الدكاترة. كيف يعني يقسوا الدكاترة؟ شلون يعني؟ وصلنا للنهاية؟ قالوا لساتها صغيرة، مقاومتها أكبر مني ومنك. هو في علاج جديد بصراحة، بس مع هيك الدكاترة عم يقولوا الفرصة مو كبيرة. على كلن ما فينا ندفع هالمبلغ كله. عن جد؟ كيف؟ بدون كتير مصاري، أكتر من 100,000 ليرة، والنتيجة مؤكدة. شو أعمل؟ انسي هذا الموضوع هلأ، المهم في أمل ما هي؟ يا أنا ما عم بقدر أشرح، يا أنتي ما عم تفهمي، نحنا من وين معنا هالمصاري؟ أصلاً نحنا وثقنا فيكي، بس حضرتك رحتي. لك الله يلعنك. يا بنا، إجا خبر من المشفى. شو هو؟ في أمل جديد بخصوص أيلول. مشكور الله، فرحتينا كتير بهالخبر. أيوه هلأ عزراء، هلأ الشغلة موقفة على المصاري. إيه، في المصاري اللي جمعناها كمان ما بتكفوا؟ لا ما بتكفي، مصاريف المشفى وطريقة العلاج والأدوية وغيرها بتوصل للمية. انت ما عندك لا بيت ولا سيارة ولا أي شيء، من وين بدك تجيبيونا؟ شو نساوي إذا ما معنا؟ من وين منجيب المصاري؟ إذا ما كنتي مافيا وعم تشتغلي بقصص غلط، منين رح تجيبي كل هالمصاري؟ شو الشغلة سهلة؟ المصاري مو كتار لهالدرجة، هنن كتار علينا، بس في ناس بيدفعون حق شنطة أو كندرة، يعني مو هالشي المستحيل. طبعا يا روحي، مشان هيك رح جيب المصاري، رح جيبه إن شاء الله. استنوا لشوف، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. شاي، تشربوا شاي بنات؟ ايه ليش لا، رح جبلكم. مسكينة هالبنت على هالحظ. شوفي حرام اختها العزراء، الدكتور قال انه في علاج جديد، بس عم يقول بيكلف بلاوي، ورح تحاول التدبير. ايه بس من وين؟ قديش بده؟ شي 100,000. مين اللي عمل هيك؟ قال بالوسخ ما؟ أمي لو سمحتي ما بدي أحكي بهالموضوع. تمام. ناجية رح تابع موضوع أوزجي بنفسي، وأنا وياها رح نضل نحكي مع بعض باستمرار، مو هيك أوزجي؟ انتي لا تاكليها. ميليس خانم، بقدر كون مع بنتي بنفس المكان اذا بتريدي حاولي. رح حاكي ست زيرين بهالموضوع ناجيه، تمام؟ خصوصي بعد صوت الرصاص مبارح، والله كان في عندي شويه عقل بس بعد راح، لاني ما قدرت اوصل لبنتي. ما فهمت اي صوت رصاص. ليش ما بتعرفي؟ معقول مبارح كان في صوت رصاص؟ ناجيه اي صوت رصاص؟ انا ما عم افهم. انا سالت وقالوا لي انه الصوت اجا من برا، بس ما بصدقهم، هنن أكيد عم بيخبوا شي. ميليس خانم، لا دينيز، أنا صرت مجرب كل الطرق والنتيجة مثل ما توقعت، مستحيل تقدري تطلعي المصاري من النيابة، صدقيني. يا الله، المصاري تصادرت وأكيد هنن رح يستعملوها ضدك.
ايه بس نحن لازم نعمل شيء أرهان، لازم نعمل شيء بسرعة. طيب وعرفت شو وضع للبنت؟ أنا مريت على المشفى وسألت الدكاترة عن وضعها، هنن حكوا عن خيار تاني لحتى يعالجوه، وهذا العلاج بيناسب وضع البنت. ايه ايه بس الموضوع بيكلف كتير. ايه أكيد. أوف أرهان، أنت فيك تلاقي لي هكا؟ ليش؟ اللي فيك تلاقي يعني؟ ايه بجرب. كان في أرض بتذكر اشتريناها نحن اتنين مشان إيجام، يعني إذا ما باعه وصرف حقه. يا دينيز إذا أنا كنت بعرفها كان ولو شوي. مضطرين نحاول أرهان، لو سمحت. تمام. أوزقي بأي وقت بتحتاجيني فيه أنا هون، فيك تيجي بأي وقت بدك، بس لو سمحتي لا تطولي كتير، مفهوم؟ تمام، شكراً كتير. هاد واجبي. شكراً ميليس خانو. العفو ناجية. زيرين خانم، بدي أسألك سؤال. سمعت في صوت رصاص، شو الموضوع؟ إذا في عندك أي معلومات خبريني. إيه سمعته ولا شي، عادي. هدول الشباب تبعنا وقت تغيير المناوبة طلعت طلقة لما فرغوا الأسلحة، أنا كمان خفت شوي، بس الحمد لله الأمور كلها تمام. منيح، بسطتيني. موفقة ميليس خانو. وإنتي كمان. لا أخي، عقلي لهلأ ما عم يستوعب، يعني أكيد في شي غلط. تراجعت عن كتابة التقرير لأنه زيرين طلبت منك غريبة. أنت وزيرين؟ شو يعني ما بدك تاخد حقك أخي؟ تخيل لو كان صاير لك شي، ها؟ كان هلأ دمك صفي على الآخر. إيه تمام أوكتاي، كم مرة رح نحكي بهالموضوع؟ أصلاً هلأ الجو مخربط كتير، ليش لحتى نزيده أكتر؟ لهيك تنازلت. شو بدك إجازة؟ اي نعم، حابب ارتاح هالفترة شوي، يعني قلت بلكي بصير أحسن، لأنه ما فيني ضل مداوم وأنا بهي الحالة. مزبوط، بس عقلي ما عم يستوعب لأنه القصة ما أنا منطقية أخي. شو ما حكيت؟ ايه بسيطة أخي، يلا موفق بشوفها. الله معك. رد على موبايلك مراد. تمام أخي تمام. دينيز؟ ممكن تسمح لنا شوي؟ كيف صرت أنت منيح؟ إيه منيح منيح، بس وقت أتحرك بسرعة بيجعني محل الجرح شوي. اسمعي، أنا هلأ رايح إجازة كم يوم، انتبهي على حالك، قدرة رح تدور على فرصة لحتى تأذيكي، تعرفي ما؟ بعرف مراد، رح دير بالي على حالي، لا تخاف، خلص ارتاح. تمام. ليلي بدك أي شيء من برا؟ يسلموا، أنا هلأ منيحة أموري تمام. أنت دير بالك على حالك هلأ، وما بدي شيء غيره. تمام، أنا ما رح طول بإجازتي أبداً، يومين بالكتير. منيح، لا تجي لحتى الطيب. تمام، انتبهي على حالك. بشوفك. مراد؟ شو لسه ما رحت؟ كنت رح روح، بس بالأول بدي أقدم الطلب. إيه تمام. آه كيف كون يا شباب؟ منيح إني شفتكم، بصراحة كنت بدي أسألكم سؤال مهم. أنتم مبارح سمعتوا شي صوت رصاص؟ أنا سألت زيرين خانم بس حبيت أسمع منكم الجواب. إيه يعني معقول ما سمعنا؟ سمعنا طبعاً، كل يلي بالسجن سمع وحتى السجينات. إيه مزبوط، المكان يلي بيجتمعوا فيه العناصر قبل المناوبة مواجه الحمام،
محل محطة الإفراغ والتعبئة، وفي شرطي هو عم يفرغ سلاحه وضرب نار بالغلط. شكله مبتدئ. أي فهمت. منيح يلي سمعت هالشي منكم، شكراً لكم. بالتوفيق يا شباب. شكراً لك. بالتوفيق. يسلموا. أنت مجنون شي لحتى تجاوبها هيك مراد؟ أوكتاي إذا كنت غلطان فهذا غلطي. ليك أوكتاي، بدي منك شي واحد بس، سكر تمك ولا تحكي شي لحدا أبداً، تمام؟ تمام أخي، تمام. يلا بشوفك. تمام، بشوفك. بنتي لا تعملي هيك، لازم تاكلي. يلا إذا ما أكلتي أكلاتك هلأ وقتها رح تضطري تاكلي أي شيء. افتحي تمك لشوف. يلا. خلاص أمي ما بدي. ليكي إذا ما أكلتي رح طعميهن لخالاتك. يلا بنتي افتحي تمك. أيوة. يا بنات وين معلمتكن؟ ليش ما أجت على الغدا معكن؟ وشو دخلك؟ شو دخلك؟ تيجي تاخد إذنك وين بدها تاكل يعني؟ قلتلكن أنا هاجر؟ إيه؟ علمتي قدرت مو هون؟ لا شو بدكن؟ اختي هاجر نحنا كتير مضطرين، لازمنا شوية من البضاعة. شو؟ والله ما في حالياً أبداً. لا تقولي يا هاجر إلا ما يكون في. ليكي وضعنا سيء، الله يخليكي. شو عم أحكي مع حالي أنا؟ قلت ما في وما بعرف أمتى بتوصل. شو بدك يانا نموت ونحن عم نستنى؟ والله ما دخلني إذا بتموتي أو بتعيشي، عم قلك ما في. ماشي. أنا رايحة أخذ أكل لمعلمتي. حلال عليكي يا دينيس. الله يقويكي يا بطلة. يسلم إيديكي يا دينيس، أنتي بطلة. اختي دينيس خليكي، انا بجيب لك الاكل. يسلموا. لو سمحتي. يسلموا. ما بدي، انا بجيبه. شكرا. يسلموا. شكرا. وينك لهلأ أولاي؟ عم جيب لك أكل معلمتي. ما قصدي على الأكل، حطيه. شو الوضع؟ الكل كانوا بالمطعم بس دينيز إجت متأخرة. ليش؟ شو المشكلة؟ والله ما بعرف، شفتها فايتة وأنا طالعة. شو هي ما بعرف؟ شو هي ما بعرف أولاي؟ ما بتعرفي إنه أنا ما فيني أطلع من هون بنوب؟ لازم أنتي وهديك الحمارة تكونوا أداني وعيوني. شو هي ما بعرف أولاي؟ بدك تعرفي؟ أنا آسفة كتير. كملي يلا. ناجية ما تركت بنتها طول الوقت، عم تطعميها مثل الأولاد الصغار. لو شفتيها قديش حنونة ما بتقولي عنا إنه هي ناجية يلي منعرفها. أول شي رح نبلش بالفسادة يلي اسمها أوزجة. غيرت ترتيب الأولوية، هي غدرت بابني وراحت فتحت الباب لدينيز المجرمة الكلبة، لهيك رح تموت أول وحدة وبعدين البقية. صحة وهنا معلمتي. وين كنتي وليه؟ نقبري عدي. في شغلة. هدول البنات يلي بالقسم F قال بدهن بضاعة، شو بدي قلن؟ قلي لهم ما في. قلت لهم معلمتي بس ما سمعوا مني. ولك أنا إيدي ورجلي مربطين، ما لكم شايفين؟ أنا شو طالع بإيدي ساوي؟ هديك المرة مو بس حطتني بالمنفردة، لا وخلت السجن كله منفردة كرمالي أنا وخربت الخطة تبعي. أهل المطعم ممنوع، الباحة المشتركة ممنوعة، كل شي ممنوع، زودتها. معلمتي الوضع بين عزراء ودينيز مانو منيح حسب ما شفت، ما كانوا طايقين بعضهن عم ياكلوا. لسه رح يتضايقوا أكتر،
لأني لحل عن شرفهم هنن التنتين. ولك هنن خلوا الدم ينشف جوات عروقي هالوقحين، ولك أنا ما لحقت أفرح فيه ولا شوف ولاده قدامي، أضوع على حياته على الآخر قبل حتى ما يتزوج. حطوا لي يا جوات القبر، هالكلاب قتلوا لي ابني، معقول إني سامحون؟ اسمعوني، أنا هلأ حطيت الأولوية. أول شيء أوزجي الفسادة هالملعونة أوزجي، وبعدين البقية رح أستلمهم بالدور وحدة ورا وحدة، رح أحفر بورون بإيدي. انتباه انتباه، ساعة التنفس بلشت. روحي تنفسي انت وياها، ساعة التنفس بلشت. كل السجينات تطلع. هلأ أنا ليش ما عم بمنعكم تطلعوا على التنفس؟ لأنه انتو عيوني وأداني. ليكي ولي انت وياها اعرفوا كل شي وتعالوا خبروني. نلعوا. تمام روقي. أوكتاي، أنا أبداً ما عم صدق هالشي. لا تمزح أوكتاي. لا والله أنتو يلي عم تمزحوا، لأنه بيطلع رصاص من سلاح من جوا وبينصاب موظف هون، وحدة من السجينات يلي بالسجن ترجع من الموت، وأنتو كأنه ما صاير شي معكن ما شاء الله. كيف كأنه ما صار شي؟ ما حدا عم يتصرف مثل ما أنت عم تقول. خلصنا بقى كرمال الله. يعني اسمعني، ليك ببعض الأوقات في شغلات ما لازم تنحكى نهائياً. لا عن جد؟ عن جد، سرية كرمال مصلحة السجن وكرمال مصلحتنا. ليش بقى؟ يعني كيف كرمال مصلحتنا حبيبتي؟ كرمال مصلحة زيرين؟ شو أنا ما بعرف؟ لا تقعدي تلفي وتدوري. طيب شو الفائدة بالنسبة لإلنا؟ ما في فائدة لحدا، بالعكس في ضرر. أنا بدي أقلك عن الشيء اللي لازم يكون لمصلحتنا. أي قول. زيرين تحل عنا، بلكي بيجينا شي مدير منيح وما بيجبر حدا فينا يخبي شي عن التاني ونرتاح بقى. برأيك رح نضل هون إذا راحت زيرين؟ أساساً نحن صرنا شركاء بالجريمة بسكوتنا هاد. أنا مو ساكت، أنا عم أكتب ما رح أسكت عن الحق. خلصنا، على شو بدنا نخاف بحياتنا المعدة؟ أوكتاي، للمرة الأخيرة أنت ما رح تكتب التقرير. لا، يلا 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 أسلام، يلا روحي بقى يلا. تصطفل. هيك قبضت عليك. زيرين خانو، رح نواجه مشكلة. متعودة احكي. أوكتاي رح يكتب تقرير عن مشكلة قدرته دينيس. قلت كتير وعملت كتير بس هو ما رضي يسمعني بنوب. يعني هلأ أوكتاي عم يكتب التقرير بالمشكلة. خليه يجي أزلم. أمرك يا خانم. حاج طلعوا صرعتوا راسي. خير إن شاء الله. شو بدكم؟ بدي من البضاعة. خرسوا شوي. يعني أنت حمارة ما بتفهمي؟ هدول شكلهم ما بيفهم. عن جد تافه. يلا حملوا يلا يلا يحركوا يلا. يلا شو هالإدمان؟ هدول شكلهم جنوا على الآخر. زيرين ما عم تخلي قدرة تطلع على التنفس. والله شكلهم طالع مثل فراخ النوراس. ضاع كل شوي بيطلبوا بضاعة جديدة. يمكن يتغير هالوضع. لا عزراء، الموضوع مو بهالبساطة. تأكدي إذا رحنا هلأ وقلنا لهم إنه في عنا بضاعة ما بكون هيفس إذا ما باعوا أعضاءهم كرمالها. يبيعوا يلي بدهم ما بيهمني. إف دينيس. لك أيكم نشيط. الله يحميها حياتي. يا روح قلبي أنت منيحة؟ Thank you.
اسمعوني يا بنات. دينيز كيفك؟ منيحة؟ دينيز أنا عملت لك هاي، إن شاء الله تعجبك. يسلم يسلم. تكرمي. عن جد برافو عليكي دينيز. شكرا شكرا كتير إلكم. يا حلوة، هاي مني إلك، إن شاء الله تعجبك. شكرا يا أختي. يا حلوة، هاي الهدية مني إلك. شكرا كتير إلك. أنا أختي، هاي هدية بسيطة مني، بتمنى تاخديها. شكرا إلك. تفضلي هاي كمان. حلوة كتير حلوة كتير. يسلم. شو دينيز؟ شايفتك عم تتدللي من السجينة. لسه لهلأ متضايقة؟ انبسطي، لأنه إذا صار عندهم مشكلة رح يلجأوا لك، ما هي؟ للأسف هذا هو السجن يا دينيز. يا بتندعسي، يا بتمشي ورا وحدة تقدر تحميكي، يا أما أنت بتكوني الراس. لو مهما كانت تمنكم وشو ما كانت نتيجته، بس أنا ما عاد في قدامي غير هالحل. الله يقويكي أختي، لا تخافي أنا جنبك. طمني عزراء، نحن معك وما رح نتركك. شكراً لكم شكراً، بس الموضوع رح يضل بيناتنا تمام؟ دودو ما بتتدخل بهيك قصة، بس يونجا يونجا أكيد لازم تبعد عن كل هالقصص هي وبنتها. أكيد، إيه معك حق، هي بالزور لخلصت منه، بس كمان هي رح تزعل إذا نحنا خبينا عليها. شو الحل؟ شو الحل حسرة؟ مو أحسن ما تجن؟ رح تزعل فترة ومن راضية وبتخلص القصة. طيب ماشي الحال. فكرت اتفقنا أوكتاي. بأي موضوع؟ موضوع مراد على أساس يضل سر، ما حدا يعرف فيه، بس اللي سمعته إنه صعب تمسك حالك حتى إنك عم تكتب تقرير بهالشي. ليش عم تطلع هيك؟ يعني شو كنت متوقع؟ اشهد معك على أذيتنا؟ هالوضع صعب ومستحيل اتقبله زيرين خانو، ويلي سواها لازم يتعاقب بسرعة. لك حتى نحن ما معنا سلاح، بس السجينة معه وعم تتفتل بكل ثقة بعكس هالقوانين. بهي معك حق. ايه طبعا، هالشي ما انه منطقي، بس صار وخلص. شو بتحب تشوف كيف صار؟ كيف؟ في تسجيل عنا؟ طلع كيف فوتوا السلاح لجوا. لك الله يلعن حظي. الله يلعن حظي. اقل لي هلا، شو لسه بدك تعاقب المسؤولين ولا تراجعت أوكتاي؟ بس انا وقتها كنت عم احكي مع مراد على التليفون، وانا قلت لياز انه يهتم بهالموضوع، هن شتتوا انتباهه يعني. والا كمان والا كنت تقبض عليه؟ مين بيعرف، يمكن انت بعادت قصده ليدخل السلاح لعنا عالسجن. لا تقولي هيك كرمال الله، انت بتعرفي والكل بيعرف انه انا ما بعمل هيك شيء. هن شتتوا انتباه الشاب وشفتي بعيونك. أوكتاي، بس ياز ما دخلوا بالموضوع. شوف توقيعك موجود على الملف. وانت اللي تكلفت بالمهمة، كانت مسؤوليتك. اذا حدا رح يتعاقب فهو انت. خبرني، لسه بدك تكتب هالتقرير وتقدمه؟
لأنه إذا حابب تقدمه أنا فيني وقالة كالة. في شي حابب لك يا أنت، ما فيك تحلي كل شي بهالطريقة إلا ما تغلطي شي مرة وتوقعي بغلطك. خلص لا تخافي، تمام؟ تمام. دينيز رح تضل معك جوا وأنا برا، ما حدا رح يقدر يعمل لك شي. دينيز بنتي أماني عندك. طيب لا تاكليها. الله معكم. بدك تشربي الشاي؟ تمام تمام، يسلم، شكرا كتير إلك. تسلم. شو صار معكم؟ هيفيس انتبهي. عازو جمعنا كل الطلبات. ايه، واخدت شوية مصاري مشان الضمان. يا عيني عليكي يا حسرة، برافو. وهلا نحنا صار لازم نعمل شي بقى، صار لازم نبلش نبيع، مو هيك؟ اعتبروا هذا الشي تدريب لكم، يعني لحتى نعرف شو فينا نساوي ولنعرف شو هي حدودنا. ايه اساسا بدنا مصاري لنبلش بالموضوع، وبعد هيك منقوم بالضربة القاطعة، وهيك منسكر على الموضوع وما عاد نتدخل فيه بالمرة، وقالوا اللي بتنفض وبنخلص من كل هالورطة بقى. حاسة اني عم اشتغل عند بابلو اسكوبار. معقول عم نضطر نعمل هيك شغلات؟ عن جد هالشي غريب. اصحكم نحكي هالشي بحياتنا لو شو ما صار. ايه عن جد حسرة، هذا الصح. وشو كمان اللي ما لازم تحكوا؟ اذا انقبض عليكم مع الضاعة او حتى ضغطوا عليكم وسألوكم عن شي قصة انتو ما بتعرفوا، ما لكم علاقة بشي. انا خليتكم تحملوا، انا اجبرتكم ماشي، هي بضاعتي تمام. لا مستحيل، ما بنعملها. لا اختي نحنا ما بنعملها. لا مستحيل. هذا الموضوع منتهي، خلص سكروا عليه. أنا تعبانة كتير، بدي ارتاح شوي. تمام قومي نام. عزراء عم تدبر المبلغ دودو؟ ما بعرف، ما حدا قال لي شي بنو. هي ما حكت بالسيرة وحسرت كل الوقت معها بالغرفة. ما منعرف دينيز، ما عم تخبرنا بشي بنوم. طيب دينيز جاية، دينيز جاية لهون. عزراء ضروري نحكي شوي. نحكي بشو؟ عزراء قلتي اللي بدك تقولي دينيز، وقلت وقتها ما في شي نحكي بنوم. ليش هيك عم توتري الجو عزراء؟ والله دينيز هيك رح تشك. أنا ساويت هيك حتى ما تشك. يلي بدك. you
أوزجي شعراتك كتير حلوين وهن هيك مجعدين. ليش بتبكي عطول؟ أويكو حبيبتي دينيز اختي أوزجي، ليش عم تبكي هون لحالة؟ في حدا ضايقة شي؟ ايه على الأغلب بيكون في حدا مضايقة. قليلي هي شو يلي عم يوجعها بالضبط؟ مشان بوسة وخليها تطيب. دودو بتبوسني وقت ببكي وبيروح الوجع دغري. والله عن جد لكن بوسية من خدة بلكي بترتاح. تعي لهون يا روحي. تعوا لإلكم. نحن هلأ وصلنا للنقطة الحرجة، شلون بدنا نظبطها هي؟ شو رأيك نسأل حسين؟ ايه مستحيل حسين، أصلاً هو هلأ صار إله معنا كتير مصاري، وكمان زيرين مفتحة كتير عيون عليها الفترة، ما رح يسترجع، رح يتهرب. مزبوط مزبوط مزبوط. نحكي مع التجار شو رأيكم؟ خلينا ندخلهم بين الغراض يلي عم تفوت على السجن. مو سهلة، رح ننكشف لأنه كل شي بيفتشوه بدقة. خطر ببالي شي. شو هو؟ الموضوع متوقف عليكي بصراحة حسرت. شو الشي المتوقف علي بالله؟ عم قول لحالي نشتغل مع أختك آيسال، شو رأيك؟ يعني عموماً هي بدها تصالحك ومستعدة لأي شيء، وأكيد بيكون في عندها ناسا وهي بتقدر تعمل كل شيء، بتفوتها لجوا بدون ما حدا يشك. إيه بس يعني إذا ما عجبتك الفكرة منشوف غيرها. أنا عم فكر بصوت عالي كل شيء ممكن نغيره. طيب تمام خلاص. المشكلة شوي صعبة، وقت اجت لتشوفني المرة الماضية أنا بزقت بوشها وقلعتها حتى حيسو شاف شو ساويت وقتها، يعني ما أنا سهل القصة. مزبوط شي غريب، يعني رح يفكر ويشك بالموضوع. أنتي معك حق، مو كتير زابطة القصة، المفروض نحنا نفكر بشي تاني. من جهة تانية نحنا جازفنا كتير لحتى نوصل لهون أختي. خلاص أنا موافقة، المفروض نحل القصة وشو ما صار يصير.
إحنا مستعدين ما هيك؟ إيه. طيب إذا مسكونا؟ لا ما رح يمسكونا، رح نكون واضحين وصحيين، وهالمرة متأكدة ما حدا رح يمسكنا. حسرت اضطرينا نجمعك أنت وآيسال لهيك، آسفة بس مجبورة. خلاص مو مشكلة أختي، أصلاً هي مفكرة أنه ضمير يتحرك لهيك طلبت أني شوفها. أكيد رح تجي، هي مقصرة معي ومدينة إلي بكل حياتها، رح تجي. الموضوع رح ينحل، رح تنفد إيلول وتتحسن. أختي رح تطيب. إيه شو رح تساوي وقت تطيب أختك إيلول؟ آه؟ آه؟ أحكي شو بعرفني؟ يعني فكرنا شوي مشان إيلول وكيف ممكن ننقذها ونلاقي حل، ما في شي هيك يعني. طيب حكولي إلي كمان، خليني ساعدكم، بتعرفي إني ممكن أعمل كل شي كرمال أختك. نحنا بس عم نفكر يونغا مو أكتر. مو كنتي عم تقولي من شوي إنه رح نحل القصة ورح تطيب إيلول؟ شوي اللي تغير؟ فهموني. نحن بس كنا عم نفكر بصوت عالي، ما في شي محدد يعني. شو قصتك يونغا؟ ما في شي. انتي روحي هلأ، لو في شي وبدي إياكي رح أقلك فورا. تمام عزراء، إذا احتجتوني أنا موجودة. تمام. الله يلعن هالحالة يا. والله عزراء كتير صايرة غريبة معي. شو قالوا؟ ما قالوا لي شي، بس كانوا عم يحكوا عن شي بدهم يعملوه منشان يساعدوا إيلول. قلت لهم شو في طيب؟ قالوا لي ما في شي. ومن هالحكي هاد يعني على الأغلب هي عم تخطط لشي، بس ليش ما بدها تخبرنا من ساعدة؟ أنا اللي شايفته إنها عم تخطط لشي خطير، هيك بتوقع. إن شاء الله ما توقع حالة بمشكلة. يونغا شو بك أختي؟ والله يا دودو أنا من زمان بعرفها لعزراء وحافظة أسلوبها، بس ولا مرة عاملتني كأني غريبة. إيه لا تلوميها، كل المصايب وقعت فوق راسها بعد قصة المديرة نهار، وكمان خسرت سنان، وبعدين أمها إجت لعندها، وبعدين مرض أختها، والمشفى والأدوية والمصاري اللي بدها تدبرهم هم على قلبها. لك والله هالمخلوقة مسكينة. إلك شغلة بصراحة، هي عزراء صايرة ما نبوعية. إيه صح معك حق، إذا حطيت حالي محل دينيز شوي أكيد رح أزعل وانقهر، وإذا حطيت حالي محل عزراء أكيد رح كونه بوضع صعب، بس إذا ضلت عم تخطط للمشاكل أكيد الكل رح يتأذى وقتها. أنا والله ما بعرف، بس دينيز عملت كل جهدها كرمال أختها العزراء، شو بدها تعمل أكتر؟ إيه ما مننكر عملت صح، واثقين بهذا الشي، بس تأكدوا هالوضع ما حيستمر. شوفوا هديك مقهورة والتانية عم تبكي، والله عيب عليهم يصيروا غربة، نحنا كل الوقت منقضي سوا، عم ناكل على نفس الطاولة، حلوة إنه نتزاعل؟ آه معقول يتصرفوا هيك؟ يونغا داريا لازم نعمل شي مشان عزراء ودينيز يتصالحوا مع بعض ويتعانقوا كمان، عيب بحقنا يضلوا بهيك وضع، لازم نحل المشكلة وإلا صدقوني رح يتحول هالسجن لجهنم. آخ يا دودو آخ آخ. لاحظت لك انه ناجية تصرفاتها غريبة. معلش معلش خليها تعيش لك كم يوم حلوين، لانه قريبا هي كمان رح تذوق طعمة وجع فقدان الولد، وبكرة بتشوفي. اخ يا ناجو الوسخة اخ، عم سن لك السكينة. طب ماني ما رح طول عليكي، شوفي ما أحلاها سنت لك ياها منيح، وبعد ما أغرزها فيكي وبعد ما يطلع الدم من جسمك وينفر نفر رح تحسي قديش أحدي. رح نحل موضوع فوتتنا لهون، المهم قصة التوزيع. موضوع توزيع السم هاد ما كتير بنفهم فيه، مشان هيك نحن لازم نكون صحيين كتير ومنظمين كمان. أول شغلة منحدد هدفنا، لازم نعرفهم وحدة وحدة. هلأ قدرات في عندها جماعة وعددهم منيح معك، ويبدو أنه
هلا بيكونوا بحاجة هالمادة. أي مزبوط. أنت بتعرفي عددهم قديه ممكن يكون؟ 20 أو 25. ها 25 وحدة. قد ما كانوا رح نجمعهم. منلاقي طريقة. نحنا مين في عنا؟ أنا بتوقع في هي الصغيرة ومع رفقاتها الثلاثة. إذا طلعوا 4 أو 5 منكملهم وقتها لـ35. تمام؟ بدنا أسماءهم اسم اسم بالورقة والقلم. لازم نضل منظمين، ما بنسأل حدا ما إله علاقة وإلا مننكشف. تمام؟ إيه أختي. القائمة عندك تمام؟ مسؤوليتك. عندي. طيب بحلها اليوم، عيد ميلادي بكرة. كل عام وأنتي بخير، شو بساوي لك يعني؟ يو؟ خلصنا، لا تشغلينا بعيد ميلادك هلأ يا بنت، مو وقتي. ليش هيك عم بتقولي؟ شو فيها يعني؟ ليش حتى ما نعمل لها حفلة؟ ايه عن جد؟ شوفي كيف زعلت واخدت على خاطرها. منحكي مع دودو منخليها تعمل جاتو طيب من البسكوت، مو شرط بالكريمة يعني. انتو عم تحكوا عن جد؟ ايه ليش لا؟ اسمع، ما بدنا نعمل شي لحالنا، لازم نحتفل كلياتنا. المفروض نساوي حفلة كبيرة ومنظمة مثل موضوعنا. لازم نعمل أكتر من قالب، حتى منعزم ميليس كمان. مو مستاهلة أنا. شو عم يصير؟ شو هالدلال؟ طيب يلا يلا يلا، خلونا نجهز القوائم يلا. طيب إيه ماشي يلا. عازو، أنا بدي تنهو الزعل بينك وبين أختي دينيز لو سمحتي. دينيز نزلت رفقتنا على الآخر يا حسرة، وعلى ما يبدو حتى لو أنا قربت هي ما رح تقرب مني ابنه. لهيك انسي القصة. حاسة كأني عم عيش حياة شخص تاني. انتي مين؟ ايدي كأنها مو إلي. عم شوف بعيون وحدة تاني. عم امشي بطريقة وحدة ما بعرفها بالمرة. وكأني ما عشت الماضي. كأني متت وحدة تانية هي اللي عم تتنفس بدالي. لو تعرف قديش أنا بحاجتك هلا. أنا عم بوقع وعم ضل أوقع، عم أغرق أكتر من الأول، عم بخسر كل شي. إيه كل شي، كل اللي بحبه بيكفي. أنا رح أنقذ لهالمسكين شو ما كان التمن يا إيلو.
بوعدك إيلو يلي عملته فيني. ويلي سرقته من حياتي. ما رح خلي هالبنت تعيشه. رح حارب لآخر وقت. ما رح كون مثلك. صار في مشكلة بالحمامات يلي بالقسم جي، انسدت المغاسل، بعتت عمال لهنيك لحتى يصلحوها. تمام كملي. بس هيك خانو. أزلم قدرة تنتبهي عليها، أوعك تخليها تعمل ولا مشكلة صغيرة لأنه مو ناقصنا أبدا. تمام يا خانو. إيه مشان ناجية، من امبارح وهي عم بتصر بدها تشوفك وتحكي معك، أنا جبتها لهون من الصبح لحتى تشوفك. تمام خليها تجي. ناجية فيكي تفوتي. زيرين خانم الله يوفقك. لو سمحتي ست زيرين الله يوفقك، حطيني أنا وبنتي بنفس المكان. أنا كمان بدي ناجية، صدقيني أنا بتمنى. أنتي بتعرفي لغز الراعي؟ ليكي وضعكم بيشبه وضعه بالضبط، وهلأ رح قلك قصته. من زمان كتير كان في راعي، في معه خروف وذئب، ولازم يعبر النهر بسرعة، ومعه برسيم بإيده، وفي زورق بالنهر، بس الزورق يدوب بساعة اتنين بس، وإذا ركبوا هنن التلاتة بيغرق. فكر الخروف إذا حطه مع البرسيم رح يأكل العشب، وإذا حط الذئب والخروف الذئب بيأكل الخروف. شلون رح يحل هاي ناجية؟ وانتو هيك بالضبط وضعكم. وهلأ إذا أنا بوافق ابعتك على مهجة عزراء، أنا ما بقدر أحميكي منها أبدا. وإذا بعدت أوزجيل عند قدرات، بنتك هي المسؤولة عن موت ابنها مثل دينيس، وما في مكان غيرهم. شايفة هالقصة؟ انتو مثل اللغز. شو أعمل؟ بدك تتحمل الوضع، ما في حل، وإلا كان من عيوني. صحيح إذا لقينا حل بهالفترة منطبقه فوراً. فيكي تاخدي دوري؟ لا شكرا يسلموا. لا اختي نحن عم نخلصت. لا خلاص بالدور بستنى. خلاص روحي احكي. تمام شكرا لك. دينيز؟ الو ارهام؟ قليلي دينيز. ايه طمني وصلت لها كان؟ لا والله مع الاسف، يعني حاولت بس ما لقيت ولا بمكان، كأنه الأرض انشقت وبلعته. أرهان لازم تلاقيه بسرعة، لأنه لازم نعمل شي كرمال البنت، حتى لو كان الوضع صعب لازم نلاقي طريقة نجيب مصاري، يعني حرام خليها تبلش بالعلاج على الأقل. دينيز خلص لا تاكلي هم، أنا رح حل القصة بوعدك. بوعدك أعمل كل شي ممكن. تمام شكرا، يلا لكان برجع بحاكي. عفوا أنا بدي مكالمة تانية لو سمحتوا فيني. تكرمي دينيز خدي راحتك. اسلم.
ألو مراد، كيفك وكيف أمورك؟ أحسن دينيس. دينيس صاير شي معكم؟ مراد أنا لازم أوصل لهكان وما عم أقدر لاقيه ولا بأي مكان، وقلت لحالي بسألك إذا بتعرف حدا ممكن يساعدني. طبعا بسألك فورا. يعني أنت شو بدك منه قولي؟ مشان أرض مشتركة بيننا، بدي مصاري لعلاج أخت عزراء الصغيرة. تمام، رح أعمل جهدي لحتى لاقي. من عيوني يا حلوة. تمام، يسلموا. بشوفك. باي باي. شو حسرت؟ ما رح يصير معنا مشاكل مو هيك؟ ما رح يصير، خلاص عندي، لا تاكلي هم. طيب بلشي لشوف ورجيني. طيب شطاشك. دقيقة، انت كيف قدرت تعملي فيني هيك شيء؟ قولي. طيب لنفترض انك نسيتي انه كان في شيء بيناتنا، اعتبريني رفيقك بالشغل، كيف قدرتي تروحي تقولي لها؟ شو عم تقول اوكتاي؟ انت شو قصدك كرمال الله؟ ليش عم تروحي وتفسدي لزيرين؟ شو نحن بمدرسة ابتدائية وهي انستي؟ عم فسد مو هيك؟ انا عم بشكيك لزيرين؟ ايه؟ لك مو انا يلي انقذت حياتك؟ شفت الاهمال بعينك وشفت مين فات لجوا ومين فوت سلاح؟ بسبب مين صار جوا السلاح؟ ايه بس بسبب ياز. مزبوط، انا ما بخاف من حدا شو ما حكيتي، تمام؟ بس هاي زيرين. خلصنا بقى زيرين، يعني ما في على لسانك غيرها اوكتاي؟ لك انت لازم تتشكرني. عن جد انا ما عم بفهمك بنوب اوكتاي. اوف، عن جد التفاهم معك مستحيل. بعدين ليش عم تصرخي علي؟ اسلام تعالي. ايه غريبه، يا ربي صبرني عليها. لك بكفي بقى. اوف، شو ما رح تحكي شي؟ يعني اجينا لنقعد ساكتين؟ انا قلت لك يلي بدي اياه. عن جد؟ خليتيني اجي من شان مصلحه؟ انا ما كنت بعرفك هيك. انا تعلمت بفضلكم ايسال، تعلمت عيش هون بفضلكم انتو. تركينا من هالحكي هلا، احكي لي شوي عن الحاره واخبارها لحتى ما ينتبه حدا، الكل بيكون اذنه عنا. ايه كنتها لأختي ناجية، صار عندها 4 أولاد. تتذكريها لناجية مو هيك؟ ايه بتذكرها. هي جنت لما جابت بنت، بلشت ضرب بحالة بنص الحارة. شو هالحكي؟ هالبنت قوية. تمام اختي، طلعي فيني، نحنا يمكن نحتاجك مرة تانية هون. ردي لما اتصل فيكي. حسرات، شو خير؟ مين اجا؟ اختي اجت لعندي. مولعتي اخر مره اجت لهون؟ ايه مزبوط، بس هي اصرت تصالحني لانه حست بغلطه. حسرات، شو متغير فيكي؟ كانك طولانه. لك طول شو حيسو؟ انت شو عم تخبص هلا؟ لا انت عن جد طولانه. ليك من غير شي داي اخلاقي، روح شوف شغلك. يلا روح بقى. شو هالحكي هاد؟ إيه لا طولاني. انتي عم توقعي زيرين، انتي عم توقعي. كنتي رح تكسبي كتير بس عطيتي الورقة الرابحة لمراد. كل شي عم يلف حوالين رقبتك. يا خانم شوفي ناجية، شو لسه بدها؟
قلت لها ما فيها تنتقل ابدا. لا هي مو مشان هيك، قال بدها اذن لحتى تحمم بنتها بغير وقت الحمام الرسمي للسجينات. تمام. شعرك تعبان أوزكي؟ أمي إيش عم يا عمري؟ أمي إيش عم؟ أوزكي يلا خلينا نروح على الحمام. لا ما بدي روح حمام. شو هلأ؟ لا تخافي رح تروحي على الحمام انت وامك، بعلم زيرين خانم وميليس خانم كمان. ايه بيرنا قولي من الاول. يلا قولي. وقفي حسرات، انت عن جد طولان اليوم. عن جد؟ وانت قصرت كمان حيسو؟ طبعا حسين انت مو حاسس لانك بتضل تسمن. يا بنات امي اليوم بعتت صلصة فليفلة من عنتاب، فرصتكم الاخيرة، يلي حابة تشتري تجي توصيني. خلاص بقى حاجت لي حيسو. ايه روحوا، اساسا هاي الاكلة تقيلة عليكم انتو. أوف. يلا أختي تعي خلينا نشوفهم. ها ممتاز، برافو عليكي حسرة، برافو. تمام خلينا نجهز الطلبات، وأنا رح أحكي مع ميليس مشان حفلة هيفس اليوم. ايه كيف بدنا نوزع عذراء عيون زيرين بكل مكان وانتي لسه بتقلي لي حفله ومدري شو؟ ايه بعرف هالشي، انا لهيك عم اقول حفله. هنيك موضوعنا، بعرف كيف لا تاكلوا هم. تمام يلا هلا ضبوا كل شي. لكن قلتوا لي انه هديك الوسخه ناجو أخذت بنتها على الحمام، مو هيك يا بنات؟ إيه منيح ممتاز الوضع، خلوا هالفسادة الصغيرة تنظف وسخة منيح قبل ما تلبس كفنة وتموت، خليها تنظف هيك أحسن لها، ما هيك بنات؟ بدي أكون تديروا بالكم الموضوع لازم يخلص اليوم. هلأ رح أعطيكم الأمانة أنت وياها، جهزت لكم ياها منيح بإيدي. والله ما بعرف ليش ظهري عم يوجعني هيك، أخ يمكن كون نايمة بطريقة غلط. لك حدا فيكن شاف عذراء؟ لا ليش شو صاير؟ اليوم عيد ميلادي. عن جد؟ عن جد؟ ايه؟ العمر كله يا روحي. شكراً إليك. ايه العمر كله، ليش ما خبرتينا قبل مشان نحتفل فيكي هيفيس؟ عيب عن جد. لك عيب شو، أنا قلت لعذراء وقال رح تعمل لي حفلة لعيد ميلادي حتفاجئني.
لهيك عم دور عليها لشوف شو ساوي. منيح اختي هيفيس، بس اذا انت عرفتي ونحن لا، الحفلة ما بتصير مفاجأة لك، بتصير مفاجأة لإلنا. سمعتي مو؟ بس انا ما فهمت ليش ما خبرتونا، عن جد غريبي. شو عرفني ليك اجي؟ اتتهني. طلعوا لعندي يا بنات، اسمعوني منيح، بهالكم يوم كتير توترنا، لهيك قلت بكفي اجا الوقت لنفرح شوي. ما هيك ممتاز، لكن هلا خلونا ننبسط شوي. اليوم عيد ميلاد رفيقتنا هيفيس، وبهالمناسبه لازم نرقص شوي مع بعضنا ونحتفل، شو رايكم؟ ايه طبعا منحتفل. خالتي معزز اعطينا شي غنيه حلوه خرج عيد ميلاد، يلا سمعينا هالصوت. شو هالمنظر ها؟ يخرب بيت قلبي، عأساس مبارح كانت عم تنوح، شو صار حتى عم ترقص هيك؟ يونغا معقولة دبرتهم للمصاري؟ يعني أنا كمان ما بعرف، بس لا ما بظن دودو، لو دبروا المصاري كانوا خبرونا ليرتاح بالنا. يمكن تكون عم تفرغ توترها. مستحيل، هالموضوع ما بيتمرق علي، استنوا ورح أعرف. عزراء شو عم تساوي؟ عزراء شو عم تساوي؟ هي مو بنت ناجية يلي عم تستفرغ؟ ايه استفرغي بنتي استفرغي، ترتاحي حبيبتي. ايه على مهلك، يلا يلا هلأ بترتاح. اوكي ايه على مهلك. شوفي عم تستفرغ، بعدي لشوف شو في. لا تخافي بنتي، لا تخافي لو سمحتي، بعدي شوي خلص تركيه انا بشوف. ايه طيب دينيز. تمام تمام، اطلعوا انتو، يلا اطلعوا كلكم، يلا اذا بتريدوا. تمام سكروا الباب يلا. انتي منيحة؟ اهدي تعي، خلص تعالي قاعدي هون. قديش تأخرت؟ برأيي لا تخبروا البنت فجأة، بس على الأغلب هي حامل، وإلا ليش لتبكي وهي عم تستفرغ؟ من مين يا ترى؟ من قلب ما بدأ تفكير، قدرات رح تصير ست على الأغلب. دينيز بترجعكي لا تخلي أمي تعرف أي شيء، لا تقولي لا. بس هالموضوع ما بيتخبى أوزكي، إذا مو اليوم بكرة رح تعرف أكيد. يا الله. تمام حبيبتي طولي بالك، بكفي تمام بكفي، اهدي شوي، رح أعمل لك نعنع وليمون مشان تهدي. تمام خير.
الأحسن هلأ تسكروا تمكن. تمام يلا كل وحدة على شغلة يلا خلصت. أنا جاهزة معلمتي. عفارة خدي إيبك معك، خليها تراقب منيح، اشتغلوا باحتراف بمكان فاضي، تمام هيك؟ إيه لعيونك. وينك إيبك؟ شو بدك؟ يلا الحقيني. تمام تمام خلص بقى بكفي بك، خليكي قوية شبك. يا ريتني أنا كمان متت بوقتها، يا ريتني انتحرت بهداك اليوم اللي قتلت فيه الحيوان. أصجي لا تقولي هيك، اوعك تعيديها. تينيس شو بدي أعمل؟ أنا خلصت ورطت، شو بدي ساوي؟ طولي بالك خلص، بوعدك نحلة، بوعدك أوزجي. ماشي خدي نفس، تمام اهدي ولا تفكري بشي، يلا أمشي. في مشكلة لقينا هاي بحمامات القسم F، في حدا مفوت لهنيك مخدرات زيرين خان. قدرة خانو رجعتي عم توزعي من جديد، ألف مبروك. والله انبسطوا كتير بالقسم F بفضلك، قال هنين ما تعطوا هيك شي من فترة طويلة، عم يدعو لك كتير معلمتي كتير. نلعي من هون يا استا، وينك؟ تعال عندي شوي. شوفي لازم شوف زيرين خانم ضروري كتير، صعب كتير هلا. ياز يلا روح لا تضيع وقت. تمام خلص اهدي. خلصني. بسرعة بتلاقوا اللي فوت المخدرات على السجن، ما بيخطر على بالي غير قدرته بس. لا مستحيل مو قدرات، أنا متأكدة من هذا الشيء. مصرة أن تشوفك، قلت لها أنه صعب وما ردت. شوفي في موضوع خاص شوي، ممكن يا خانم تجي على جنب شوي؟ لو مو شي ضروري ما كنت إجيت. قلتيلي لا تفوتي بضاعة وما فوتت، بس شو الموضوع؟ بدك تخلي مجال لغيري يفوتها ويستفيد منها، ما هيك؟ ها؟ يعني أنا واقفة هيك وإيدي مكتفة وغيري طريقه سالكة وعايش حياته بالطول وبالعرض. لا تحسبيني إلي قدرات، أنا ما بعرف مين اللي فوتهم. إذا كنتي بدك تساعديني. قدرة سكتي، روح يلا خدها على غرفتها. أزلام هالمرة ما رح نخلص من القصة بهالسهولة، هي شغلنا صعب وبيخوف. معك حق، بس يعني شو الحل؟ ماشي أمي، بأي شركة رح تبعتيهم؟ ايه تمام امي، تتري لي اياهم هالمره، راح بيعهم واسترزق منهم. وروحي لعند الشاب الازرق قريبنا، ايه بدي اياكي تقولي له. يا الله شبه هذا علق على الصلصه. ايه وصلها على مقهى حرام، هديك المره انسرقت من مكتبهم. تمام ابعتيها بكره الصبح باخذها قبل ما اروح على الشغل. امي الله يقويكي. الصراحه الصلصه فكره منيحه، كتير منيح، فكرة ممتازة. كيفك حسون؟ منيح وانت كيفك؟ كيفك حسون؟ تمام. موضوع الصلصة اللي بدها تبعت لك إياها أمك لساتها ولا غيرت رأيك؟ ايه حاكتني وراح تبعتها بكرة بالشحن. ممتاز هالحكي. ايه ونحنا كمان بدنا بهارات الفلفل، عم نحتاجها كتير بالمطبخ لأنه، ومن ناحية تانية بهارات عنتاب كتير ظريفة بيقولوا، مو هيك؟ ايه طبعا عنتاب فيها أحسن بهارات. ممتاز حسون لأنه حسرت بتحبه كمان. ايه طبعاً ما في أطيب من الحد تبعه، صح؟ ايه ماشي رح أقول لأمي لكان أنه تضيفه على الطلبية. ايه إلا بس نحنا بدنا
شي 5 كيلو لأنه منستهلك منه كتير. اف شو رح تعملوا بهالكمية؟ شو يعني شو رح نعمل؟ يعني نحنا لازمنا بالمطبخ ومنه منوزع، يعني بتكون لفتة حلوة للي بيحب الفلفل. ايه ايه ماشي عراحتكم. ايه منيح. يعني تقريبا ايمت بيكونوا عنا؟ هلأ رح حاكي امي فورا، رح قلها الضيفة على الطلبية، وبكرة على 7 الصبح رح تكون بالحرم وأنا رح وصلها. كتير منيح هالحكي، قال على 7 الصبح ممتاز. ايه أنا رح خبرها لأمي لك. عشت حيسو؟ ايه امي. حسين عم يقول الصبح بدي 5 كيلو فلفل أحمر، ايه بعتيه معهم. زيرين خانم، هاي سجلات الزوار هذا الأسبوع. شكراً لك ملتم. طالعين بدك شي معلمتي؟ منيح. بدي تبلغوا هديك الفسادة تحياتي الحارة جدا. بدي شغل مع المين؟ اوعكم حدا يتحيوان او يتغابى. ماشي يلا لشوف. خلص لعيونك، اعتبريها ماتت وخلصت. عفواً، شو أوزجي ما له؟ شفتها من شوي، سألت عن المستوصف وقال معدتها عم توجع، على هيك راح تجيب دواء. صحي دودو، في خبر عن حسن؟ بنو قال رح أجي ورح أكتب لك رسائل، بس نسيني على الأغلب. لك استني، هو ما صار له زمان طالع من هون. هذا غير إنه انتي مرة مو سهل ينساها دودو. أوزجي، انتي مو بنتا لأختي ناجية؟ ايه أنا بنتا. ايه منيح، هي بدها اياك شوي، أنا بظن زيرين خانم بدها تشوفك انتي وياها. ايه تمام، أنا رح خبر دينيز وأجي فورا. لك لا، انتي شو عم تحكي؟ امك بدها اياكي، شو بدك بدينيس؟ ليكي زيرين خانم خلقها كتير ضيق، هلا بتعصب لهيك امشي. يلا تمام. ايسال، فهمت منيح شو رح تعملي؟ فتحي مخك. ليكي العلبة بتكون جاهزة 7 الصبح تمام؟ رح يوصلوها لمقهى بالحرم ماشي؟ رح تروحي وتفتحي علبة فيها فلفل أحمر بدون ما حدا ينتبه، فهمتي؟ ورح تخبي فوراً البضاعة فيها، بس انتبهي ما حدا يشوفك ونتبهدل. لك أنا شو بيعرفني؟ لاقي شي طريقة وخلصينا. شبك هذا شغلك؟ شغلك أيسال. تمام يلا يلا بقى تصرفي، خلصينا يلا. الله معك. حسرات، رح تقدر تمرق لنا هالبضاعة برأيك؟ والله إذا ما مرقتها وقتها رح يصير كارثة. رح تقدر، لا تخافي، اهدي. ايه تمام، رح نشوف. أوزجي، شو في دينيز؟ شو أوزجي ما إجت لهون؟ لا ما إجت أبدا. تمام يسلم. ايه العمى وين رح ختيار الديناري؟ ها لقيته. وإذا لقينا بنت الديناري رح تفتح. ألف مبروك معلمتي. شو قصدك بهالحكي وليه؟
هلأ عرفنا معلمتي إنه رح يصير عندك حفيد. ولك أنت شو عم تقولي؟ عم تتمسخروا علي يا أولادين الكلب؟ اهدي. لا والله، بس البنت الجديدة اللي إجت أوزجي طلعت حامل. شو هاد؟ مو هي كانت حبيبة ابنك؟ فلهيك هي حامل بحفيدك. آه؟ كيف حامل يعني؟ حامل من مين وليه؟ هيك قالوا معلمتي، كلهم عم يحكوا بالقصة. ها؟ مستحيل. هاي حكمة الله أختي، بياخد من مكان وبيعطي من مكان. لسا ما وصلنا؟ وصلنا، ليك هون. شفتي البنت اللي اجت لعنا من كم يوم اسمها أوزجي؟ لا ما شفتها. أوزجي! هاجر! إيمك! أمي وين؟ وصلنا. شبك أمك هون؟ في مشكلة بالممر جي 12، بسرعة روحوا لهنيك. يلا جي 12. لا تتحرك من مكانك ابدا. اهدي بقى، اتركيني يا حقيره. لك يلا يلا. لا 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 لا. ايباك هاجر، وقفوا. اتركيني. وقفوا، لا تعالجي. وقفوا وقفوا. أوزجي انت منيحة؟ تنفسي حبيبتي، تكلمي. شوفي هون، لا تخافي حبيبتي، لا تخافي. هلا انا هون يا رب. اسرعي سريع على الشيء 12. نفسي من قلبك. اسرعي سريع على الشيء 12. نفسي من قلبك. اسعافي سريع على الشيء 12. ما رح اتركك يا روحي. أوزجي تنفسي من قلبك. تنفسي أوزجي. انا بتجاين فورا. ناجية أنجين. شوفي في شي صاير؟ بنتي فيها شي؟ قول. تعي وزيرين خانم بتقلك. ليش شوفي؟ تعي لتعرف. اللي شوفي شو اللي صار؟ صاير شي مو هيك؟ الله يخليك اللي شوفي. لا تخوفني الله يخليك. طيب انتي متأكدة انها حامل؟ لا مو متأكدة. شو بيأكد لي أزلام؟ أنا بس متوقع. شو وضع الجنين؟ قولولي. يا وقت اهدي خلاص. شو صارت قطيبة؟ خلاص اسكتي. شو عم بيصير؟ خير؟ شو في بنتي؟ صار لشي؟ شو؟ ولك ليش ما حدا فيكن عم يقول؟ ايبك وهاجر بالمنفردة. تمام اهدي. أزجي وضع منيح، تأذت بس الجنين ما صار له شي، الحمد لله على سلامتها. أيوة الجنين. يا الله. رجعوا على قسمكن. يلا ناجية أنت فيك تشوفي بنتك. ناجية امشي. ناجية
السلام عليكم. وعليكم السلام. ليك أخي، أنت ما طلبت بس الصلصة إجت، تاخد كيلو منها؟ لا والله حسين، شكرا. يا الله دخيلك، شو فهمك بالصلصة؟ صباح الخير. قدرات، شو في براسك؟ قولي، ما طلبتي من هاجر تروح وتقتل البنت؟ ليش لأركض وراها وانقذها إذا أنا بدي هيك من الأول؟ شوفي التسجيل، المجرمة دينيس شافتني. قدرات، أنت شو عم تلعبي معي؟ زيرين خانم البنت حامل، والجنين اللي جواتها حفيدي يا خانم. معقول اقتل حفيدي؟ معقول اقتله بإيدي؟ يلي عملوه عملوه من راسهم، ما دخلني. على كل حال، أنت لازم تعاقبيهم وأنا رح عاقبهم. قدرة لا تجنينيني، أنا مديرة السجن هون وأنا اللي بعاقب العالم. أنت ما قدرتي تعرفي مين عم يدخل المخدرات؟ شو هالإدارة المسخرة بالله؟ نلعي. ماشي. ايه تتذكري وقت صارت الحفلة ما هيك؟ يلي حضرتها عزراء مشان هديك الهبلة هيفيس. هلأ عزراء بين كل هالمصايب بيكون مهمشي وعم تعمل اللي بدها اياه. يبدو ما عم تعرفي تعملي شغلك يا مديرة. والله تقطع قلبي على هالبنت، صبية لساتها. مزبوط. عزراء، جبت لك الفلفل الأحمر. ايه وينه؟ جوا بالمطبخ، إذا بدك بجيب لك يا لهون. جيبه؟ لا حسو، أنا بأخذه لا تعذب حالك. بس انتبهي لا تاخدي غير شي. لا تخاف حسين، ما رح خربت في شبك. يسلم. حسرت لك وينك؟ أزلم تعالي معي، ظن عرفت مين اللي فوت المخدرات. أنا متأكدة عزراء، عزراء اللي فوتته. هيفيس راقبي منيح. ليكن العلب هون. ما لقيته. وهون ما في شي. وهون كمان. لك دوري منيح، كيف يعني ما لقيتيه؟ يا الله وسخت ايدي. لقيتيه؟ لا والله ما في. حسرة شبكي دوري منيح. الباقي صلصة وبس اختي، بالفلفل ما في. تمام العاد الدوري. شو قصدك يعني؟ دينيز اللي اخدته. الله يلعنها شو غبية. مين مناوب بغرفة المراقبة؟ مصطفى. أعطيني هذا. مصطفى شوف لي وين عزراء هلا. يلا. حاضر يا خانو. نحن ليش عم ندور على دينيز؟ باهو شفتي دينيز؟ كانت بالحمام من شوي. عزراء جاوبيني اول، ليش عم ندور عليها؟ فريق خانو عزراء عم تركض باتجاه الحمامات. طيب ماشي يلا.
انتي لك شو عملتي؟ هذا كان اخر امل عندي. عن جد بتسميم الناس هاد املك اللي عم تسعي له؟ مستحيل اسمح لك. تمام لك الله يلعنك، الله يلعنك يا دينيز. شو كبيتي جوا؟ يلا اطلعي دينيز. شو كبيتي؟ قولي يلا. شو بدي اقول؟ شي وسخ وما بخصك. عزراء فوتت مخدرات لجوا، بعرف، وعملت هالشي بعيد ميلاد هيفيس. اعترفي يلا. إذا عندك تسجيل بيكون عندك دليل، وكنتي دغري كتبتي التقرير وما اضطرتي بنوبة تحققي بالموضوع. إيه تمام، معناته أنا هلأ رح تابع بالشي اللي متأكدة إني بعرفه منيح. أحكي شو كبيتي دينيز؟ احكي هلأ أحسن لك. أنا جاوبتك على سؤالك. ماشي، أنا رح ورجيكم، أنا رح أعرف شو اللي عم تعملوه، بالدليل كمان رح لاقي الدليل. أوزلام خديون على مهاجعون. حاضر يا خان، تعوا معي يلا. ملتم ليكي خدي موظفين قد ما فيكي وفتشوا بالقسم جي كل الحمامات، فهمتي؟ مفهوم يا خانم. دينيز ليش عملتي هيك؟ أنا قلت لك تمام؟ شو ما كان الموضوع يكون، مو هاد هو الحل. إيه بس أنا مجبورة أني ساوي هيك، ما كان في شي تاني ممكن أني أعمله، فهمتي؟ لك أنا مشان إيلول ممكن أني حتى ساوي. حتى لو مشان إيلول مستحيل اسمح لك تبيعيهم مخدرات بهذا السجن. انا ما طلبت منك تسمحي لي، مفهوم؟ دينيز بتعمل اللي بدها. شو عم يصير معك؟ رجعي يا حيواني. خلص اهدي خلص اهدي بالكم. خلصنا اهدي. Sen giderken adımı nasıl yarım?
apartmanlar. Bana söylenmiş gibi çalan şarkılar. Bitmeyen derin hasret ve geçmeyen zaman. En dibin ancak senin bildiğin o dipsiz kuyur. Defol git şimdi rahat uyu. Ya biriktirdiğim onca yarınlık. Ben yarımken yarınla bugün arasında nedir farklılık? Senden varan güller artık raihasız. Sen uslu çocuk sen arsız. Sensiz yerim yurdum yokmuş gibi ben diyarsız. Herkes bana bakıyormuş gibi ama her şey normal. Sorulan sorular en çok acı veren her yerden sual. Ben bir aç sense tok misal. Sen olmadan ne işe yarar en güzel kumsal? Ne olur gitme kal. Bir tek özlemleri deviremedim şu ince bileklerimle. Geriye kalan her şeyi yıktım. Fena yaptım. En güzeli unuttum. Defalarca tekrarladım kendimi her yeni gün için. Ama her yeni bir eski diyarın. Baktım ki hep oradayım. Aynı noktalardayım. Ortada kalmış ortalık kişiyim. Sen şimdi ona bak. Ben adımlarını sayarım. Bütün bu alanlara dayanamam. Ama madem öyle hazırım. Ama galiba